أطلقت مؤسسة فن فعالية المؤثرات البصرية الخاصة في مركز إكسبو الشارقة للتعريف بالمؤثرات المرئية الخاصة بالسينما والصور المصنوعة بالحاسوب والتي تعقد على مدار يومين. خدع سينمائية ومؤثرات صوتية مستخدمة في صناعة أفلام هوليود العالمية، تضمنتها فعالية المؤثرات الخاصة التي تنظمها مؤسسة فن بهدف التعرف إلى أسرار عالم المؤثرات الخاصة المستخدمة في السينما والتلفزيون، لا سيما بين الشباب والأطفال الذين عاشوا مجموعة من التجارب التفاعلية المثيرة في أجواء مزجت بين المتعة والتعليم. لتعد هذه الفعالية الأولى من نوعها محلياً. الفعالية عبارة عن تجربة للأطفال والناشئة والعوائل أن يخوضون جميع الأقسام من الفعاليات هذه، من المؤثرات هذه. فعندنا مثلاً قسم الجرائم، قسم المكياج، قسم التصوير، قسم المؤثرات. الفعالية تأخذ الزائر إلى ركن الفصول الأربعة ليحظى بتجربة التغير المناخي السنوي خلال دقائق معدودة فقط، إلى جانب تنظيم مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية كرحلة عبر كهف الخفافيش. ورش في على مدى يومين، هذه الورش راح تكون عن صناعة الـ 3D animation، صناعة الكاركترز واللايت بينتينجز، وراح يكون أيضا عندنا صناعة الهولوجرام. هالطريقة راح صناعة الـ 3D، المشاهد الـ 3D عن طريق التلفون. استفدت إن كيف يصورون الأفلام والمؤثرات الصوتية في الأفلام، مثل ما انتم شايفين وراي هذا الزومبي اللي يسمونه الزومبي، كيف يتحرك وكيف يحطوا له المكياج وهالاشياء. عندهم بعد محاكاه لجريمه قتل، كيف تحل القضيه. شو اسمه، استفدت من هاي اللعبه. مؤسسة فن تهدف في هذه الفعاليات إلى تنشئة وإعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، بالإضافة إلى الترويج للأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الأطفال والناشئة في دولة الإمارات، وعرضها في المهرجانات السينمائية والمؤتمرات الدولية في جميع أنحاء العالم. جاءت هذه الفعالية لتعرف بخدع الكاميرات والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى إقامة ورش تتناول الأساليب الحديثة في مجال المؤثرات البصرية. لأخبار الدار، هدى سالم.